السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح النهاردة إن شاء الله مجموعة من التمارين الموجودة في فاينل العام الماضي. أول سؤال بيقول لي أنا عندي تيونينج فورك اللي هي شوكة رنانة، التردد الخاص بها كان 380 هرتز، وعايزين نحسب الطول الموجي الخاص بالموجة الصوتية الناتجة عن الشوكة الرنانة مع الوضع في الاعتبار إن سرعة الصوت أو الـ speed of sound كانت 340 متر لكل سكند. حضراتكم عارفين إن القانون كان بيقولي إن الـ V اللي هي سرعة الصوت أو الضوء، الـ V بتساوي لمدة في الـ F، لمدة اللي هو الطول الموجي أو الـ wavelength، أما الـ F فهو التردد. إحنا مطلوب مننا إن إحنا نحسب الطول الموجي، يبقى إذن اللمدة بتساوي السرعة أو الـ speed على الفريكوانسي اللي هو التردد. السرعة بتاعتي كانت 340 متر لكل سكند، هنقسمها على 380 هيديني الناتج النهائي اللي هو 89 من 100 متر. الفقرة اللي بعدها بيقول لي ان انا عندي ساوند ويف، موجة صوتية فيها البيك تو بيك امبليتيود، بيك يعني قمة، فالبيك تو بيك امبليتيود كانت بعشرة مايكرو باسكال، وعايزين نحسب الـ RMS Amplitude. الـ RMS اختصار كلمة Root Mean Square. القوانين بتاعتي بتقول لي ايه؟ ان الـ Peak Amplitude بيساوي الـ Peak to Peak Amplitude على 2. طيب الـ Peak to Peak كان عشرة مايكرو باسكال، هنقسمها على 2 هيديني ان الـ Peak Amplitude بيساوي 5 مايكرو باسكال. بس انا مش عايز في السؤال البيك امبليتيود ده، انا عايز احسب الروت مين سكوير فاليو، فاحنا هنقول ان الروت مين سكوير فاليو بتساوي البيك امبليتيود على جذر 2، وعلشان كده حسبنا البيك امبليتيود في الاول وطلعنا قيمته كانت بخمسة مايكرو باسكال، هنقسمها على جذر 2 هيديني ان الروت مين سكوير فاليو أو الـ RMS بتساوي 3.53 من 100 مايكرو باسكال زي ما هو موضح قدامكم. طبعا الناتج اللي هيطلع أقرب قيمة ليه هي 3.54، ده تقريب فقط في الأرقام. التمرين رقم 2 بيتكلم على عملية Analyzing للـ Sound Signal. هنتعرف خواص زي الـ Amplitude والبيك تو بيك امبليتيود والروت مين سكوير فاليو بالاضافه للفريكوانسي وللزمن الدوري والطول الموجي الخاص بالاشاره. هنا بيقول لي فيجر 2 اللي هي الرسمه الموضحه قدامكم بتمثل جرافيكال ريبريزنتيشن اوف ا ساين ويف، عباره عن تمثيل لساين ويف. ونلاحظ ان انا عندي محورين، المحور الافقي هو الزمن ومدهوني هنا بالميلي سكند، والمحور الرأسي اللي هو الامبليتيود أو في حالتنا هنسميه البريشر فاريشن ومدهوني بالمايكرو باسكال. أول سؤال بيقول لي بالإشارة للفيجر دوت احسب لي البريود، يعني أنا عايز الزمن الدوري الخاص بالساين ويف، واديني الناتج بالميلي سكند وبالسكند. هو ايه هو الزمن الدوري او التايم بيريود؟ الزمن الدوري هو عبارة عن التايم required to complete one cycle، يعني الزمن المطلوب لإكمال سايكل واحدة فقط، او الزمن ما بين قمتين او قاعين للإشارة متتالية. يعني الزمن من النقطة دي للنقطة ديت هو البيريود، من النقطة هنا للنقطة هنا نفس القيمة، أو ما بين اتنين هاي بريشر أو اتنين لو بريشر متتاليين. حضراتكم شايفين مباشرة من النقطة هنا للنقطة ديت كانت قيمة التايم خمسة، لكن يا ترى خمسة ايه؟ خمسة سكند ولا خمسة ميلي سكند على حسب القيمة المعطاة على المحور؟ هو هنا بيشتغل بالميلي سكند، يبقى إذن الزمن الدوري الخاص بالإشارة هيكون 5 ميلي سكند. طيب هو بيقول لي احسبه لي بالسكند، يبقى المفروض ان احنا هنشيل الملي
ونعوض عنها بقيمتها، قيمة الملي تعادل 10 أس سالب 3. يعني معنى كده إنه الزمن الدوري أو التايم بيريود هيكون بالسكند 5 × 10 أس سالب 3. يبقى هنا التايم بيريود بيساوي 5 ملي سكند، أو اللي هو 5 × 10 أس سالب 3 سكند. حسبتها له مرة بالملي من الرسمة مباشرة، وبعدين عوضنا عن الملي بعشرة أس سالب ثلاثة علشان نحسب الناتج بالسكند. الفقرة الثانية يقول لي احسب لي الفريكوانسي، تردد الخاص بالساين ويف، احسبه لي بالهرتز. التردد اللي هو ايه؟ هو عدد مرات تكرار الإشارة في الثانية الواحدة، أو number of cycle per second. طيب الإشارة هنا كررت كم مرة في الثانية الواحدة؟ ما أقدرش أحسبها بالنظر. طيب احنا عندنا علاقة ما بين التايم وما بين الفريكوانسي، إن كل واحد منهم عكس التاني. طيب حضراتكم مش لسه حاسبين الزمن الدوري أو التايم بيريود كان 5 ملي؟ يبقى المفروض نقول مقلوبه، يعني 1 على 5 ملي هتديني الفريكوانسي. يبقى إذن الفريكوانسي 1 على الزمن الدوري، والزمن الدوري احنا لسه حاسبينه كان 5 ملي، يبقى 1 على 5 × 10 أس سالب 3 هيديني ان الفريكوانسي ب 200 هرتز. حضراتكم انا ما بشتغلش بالملي سكند، انا اول ما بشوف ملي ومايكرو ونانو والكلام ده بنشيله وبنعوض عنه بالقيمه المناظره ليه. نتنقل للفقره سي، بيقول لي احسب لي او ريفير تو الفيجر دوت، بالاشاره للشكل ده احسب لي البيك تو بيك امبليتيود. طيب البيك تو بيك امبليتيود يعني ايه؟ يعني معنى كده ان انا عايز الامبليتيود من القمه للقاع. طيب من النقطه دي للنقطه دي القيمه كانت كام؟ من فوق كانت 20 وتحت كانت 20، يبقى التوتال يكون 40. انا ماليش علاقه هنا بالاشاره، محدش يقول لي ده 20 ناقص 20 يطلع صفر. غلط، انا عايز من البيك تو بيك مع تجاهل الإشارة. يبقى إذن البيك تو بيك أمبليتيود هيكون 40. طب 40 إيه؟ وحدة القياس المستخدمة بالمايكرو باسكال. يبقى إذن البيك تو بيك أمبليتيود هتكون 40 مايكرو باسكال. نتنقل للنقطة اللي بعدها، بيقول لي بالإشارة للشكل احسب لي البيك أمبليتيود بس بالمايكرو باسكال. طيب البيك امبليتيود اللي هو من الصفر للقمة وفقط، يعني معنى كده ان هو في التعريف هو نص البيك تو بيك امبليتيود. فاذا كان البيك تو بيك امبليتيود كانت قيمته 40 مايكرو باسكال، فمعنى كده ان البيك امبليتيود هتساوي 40 على 2 تديني 20 مايكرو باسكال. النقطة اللي بعدها يقول لي احسب لي الروت مين سكوير امبليتيود. الروت مين سكوير امبليتيود ليه قانون لازم ينحفظ زي ما هو. القانون بتاعه انه بيساوي 5/10 مضروب في البيك تو بيك امبليتيود ضرب 1.70. يبقى اذا الروت مين سكوير بيساوي 5/10 مضروب في البيك تو بيك امبليتيود اللي احنا لسه حاسبينه كان 40 مايكرو باسكال، وبعدين نضربه في 1.70 هيطلع لي ان الروت مين سكوير 14.2 مايكرو باسكال. النقطة اللي بعدها بيقول لي احسب لي الويف لينث، عايزين نحسب الطول الموجي الخاص بالساوند ويف ديت لو كان سرعة الصوت كانت 340 متر لكل سكند. القانون اللي احنا بنستخدمه اللي هو السبيد بيساوي الطول الموجي او الويف لينث مضروب في الفريكوانسي. احنا عايزين نحسب الويف لينث. طيب عندنا السرعة، عندنا السرعة كانت 340 متر لكل سكند. طب عندنا الفريكوانسي، نعم الفريكوانسي بتاعي كان 200 هرتز. طيب يبقى اذا الويف لينث او الطول الموجي بيساوي ايه؟ بيساوي السبيد مقسومة على الفريكوانسي، يعني هنقسم ال 340 متر لكل سكند مقسومة على ال 200 هيديني ان الطول الموجي 1.7 متر. نتنقل للنقطة الأخيرة اللي هو بيقول لي لو كان عندي listener واحد بيسمع الإشارة على بعد مسافة 100 متر
من الموفينج فورك اللي هي الشوكة الرنانة. How much time يعني الزمن اللي هيحتاجه علشان يسمع الإشارة هيكون قد إيه؟ طبعاً مع ملاحظة إن سرعة الصوت 340 متر كل سكن، يبقى هو مديني الديستانس ومديني السرعة، يبقى عايز التايم. القانون بتاعنا كان بيقول إنه التايم بيساوي الديستانس على السبيد. الديستانس كانت 100 متر والسبيد كانت 340 متر لكل سكند. اوعوا حد يعوض عن 340 في 10 اس سالب 3. الام هنا معناها متر وليس ملي، يبقى هنقسم 100 على 340 هيطلع لي ان الزمن يعادل 3/10 سكند. هو بيقول لي ان الرسمه الموضحه قدامك بتمثل سيجنال صوتيه بتنتشر في الووتر كوسط، يعني معنى كده ان هو بيبعت اشاره صوت بس في الميه. وبيقول لي هنا دلوقتي consider each square، كل مربع من المربعات اللي موجوده على محور الديستانس بتمثل 25/100 متر. طبعا لو احنا شايفين الرسمه هنلاقي ان انا عندي محورين، محور الديستانس اللي هو الافقي ومحور البريشر اللي هو العمودي او الرأسي. فبيقول لي ان كل مربع من المربعات اللي موجودة قدامي على محور الديستانس، يعني هنا المفروض انه قيمته 25/100 متر. يا ترى تقدر تحسب لي الويف لينث؟ طيب هو ايه هو تعريف الويف لينث؟ الويف لينث او الطول الموجي هو المسافة اللي بتاخدها سايكل واحدة من الاشارة، او نقول المسافة ما بين قمتين، دي قمة ودي قمة، أو قاعين، أو أي نقطتين متماثلتين في الإشارة، يعني بداية وبداية، يعني من النقطة دي للنقطة دي. طيب المسافة من النقطة هنا إلى النقطة هنا قيمتها كام؟ لو حسبنا عدد المربعات أو المستطيلات هيساوي هنا 1 2 3 4 5، يعني معنى كده إنه الويف لينث هيكون 5 سكوير. طيب وهو السكوير الواحد بيقول لي كام؟ 25/100 متر. يبقى اذا الطول الموجي بتاعي هيكون 5 مربعات، كل مربع قيمته 25/100 متر، يبقى اذا التوتال هيطلع 1.25 متر. النقطة اللي بعدها بيقول لي احسب لي البيك تو بيك بريشر بالمايكرو باسكال. مع العلم ان كل مربع من المربعات اللي موجودة في البريشر اكسس قيمته 2/10 مايكرو باسكال. يبقى اذا دلوقتي احنا عايزين نحسب من البيك للبيك. من البيك للبيك مقصود بيها من النقطة هنا الى النقطة ديت، يعني من القمة الى القاع. فمن القمة للقاع هنلاقي انها من النقطة دي الى النقطة دي. لو حسبنا عدد المربعات هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7، وهنا 7، يعني معنى كده انه هيكونوا 14 مربع. واحنا قايلين ان كل مربع من المربعات اللي موجودة في البريشر قيمته كام؟ كانت قيمته ب 2/10 مايكرو باسكال. يبقى اذا البيك تو بيك بريشر هيساوي 14 مربع مضروبة في 2/10 تطلع 2.8 مايكرو باسكال. النقطة اللي بعدها بيقول لي احسب لي الروت مين سكوير امبليتيود اللي هي ال R M S فاليو. علشان نحسب الروت مين سكوير فاليو فاحنا لازم نحسب البيك امبليتيود. طيب البيك امبليتيود ده هل هو بيختلف عن البيك تو بيك بريشر؟ نعم، البيك امبليتيود هو نص البيك تو بيك امبليتيود. يبقى اذا البيك امبليتيود بيساوي البيك تو بيك وحنقسمه على 2. احنا لسه حاسبين ان البيك تو بيك كان 2.8 مايكرو باسكال، هنقسمها على 2 هتديني 1.4 مايكرو باسكال. علشان نحسب الروت مين سكوير فاليو فاحنا هنقول ان هو بيساوي البيك امبليتيود اللي احنا طلعناه ب 1.4 مايكرو باسكال ونقسم على جذر 2، هيديني 1 مايكرو باسكال. الفقرة رقم دي بيقول لي لو انا السيجنال او الاشارة اللي عندي بتنتشر في المية
عندي درجة حرارة 20 سلازيوس. ماشي، وكان سرعة الصوت في الحالة دي كانت 1481 متر لكل سكند. يبقى هو بيقول لي ان السرعة بتاعتي 1481، وان الإشارة بتنتشر في المية عند درجة حرارة 20 سلازيوس. يا ترى التردد الخاص بالإشارة هيكون كام؟ احنا عندنا قانون واحد بيحسب لي التردد او بدلالة السرعة والطول الموجي، فاحنا بنقول ان الفي اللي هي السرعة كانت بتساوي الطول الموجي مضروب في الفريكوانسي. طيب انا عايز احسب الفريكوانسي، يبقى اذا الفريكوانسي بيساوي الفي اللي هي السرعة بتاعتي على الطول الموجي. طيب السرعة كانت 1481 متر لكل سكند. طيب والطول الموجي؟ الطول الموجي ما احنا لسه حاسبينه في الفقرة الاولى كان 1.25 من 100 متر. يبقى هنقسم 1481 متر لكل سكند على 1.25 من 100 متر اللي هي الطول الموجي، هيديني التردد الخاص بالإشارة في حالة إرسالها داخل المية، هتطلع 1184.8 هرتز. بعد كده بيقول لي احسب لي البيريود أو اللي هو الزمن الدوري الخاص بالإشارة بالسكند والميلي سكند. طبعا احنا عارفين ان الزمن الدوري بيساوي مقلوب التردد، والتردد احنا لسه حاسبينه، يبقى احنا هنقول ان التي بيساوي 1 على 1184.8 اللي احنا لسه حاسبينها، هيديني ان الزمن يطلع 844 من مليون سكند. طيب دي كانت الجزئية الأولانية اللي هي هنا، لكن هو عايز يحسب الزمن بالميلي سكند. قلنا علشان نحسب الزمن بالميلي سكند هنضرب فيه 1000، يبقى ناخد الرقم اللي فوق ده نضربه في 1000، هيديني 844 ميلي سكند. الرقم اللي حضرتك بتطلعه من الآلة الحاسبة مباشرة بيكون بالسكند، علشان نحوله لميلي أو مايكرو أو نانو بنضرب في قيمة معينة. علشان نحوله للميلي بنضرب في 1000، للمايكرو بنضرب في مليون أو 10^6، للنانو بنضرب في 10^9. الفقرة اللي بعدها بيقول لي لو نفس الإشارة المفروض إنها بتنتشر في الهواء لكن السرعة بتاعتها كانت 340 متر لكل سكند، يا ترى تقدر تحسب لي الزمن الدوري الخاص بيها أو البيريود بالسكند وبالميلي سكند؟ نشوف. القانون بتاعنا كان بيقول إن الفي بيساوي الطول الموجي مضروب في التردد. طيب إحنا عايزين نحسب الزمن الدوري. خلينا نقول إن أنا ما أقدرش أحسب الزمن الدوري مباشرة، فأنا هحسب التردد وأنا عارف إن الزمن الدوري هو مقلوب التردد. ناخدها خطوة خطوة. فنقول إن الفريكوانسي بتاعي بيساوي السرعة مقسومة على الطول الموجي. السرعة كانت 340 متر لكل سكند، والطول الموجي الخاص بالإشارة احنا مطلعينه فوق كان 1.25 من 100 متر. هنقسم الاثنين على بعض هيديني ان التردد يطلع 272، بس انا مش عايز التردد ده، انا عايز الزمن الدوري اللي هو البيريود. طيب ما انا عارف ان التي بيساوي 1 على اف، يعني معنى كده ان نقول 1 على 272 هتديني 368.10 سكند. طيب هو الناتج عايزه بالسكند او والميلي سكند، وقلنا عشان نحول الزمن لميلي سكند بنضرب فيه 1000، يبقى اذا multiply in 1000 to convert التايم اللي موجود عندي into ميلي سكند. هنضرب الرقم ده نضربه في 1000 هيديني 3.68 ميلي سكند. الفقرة الأخيرة بيقول لي which case، يا ترى انت عندك الووتر ولا الاير اللي فيها السيجنال ليها تردد أعلى. احنا في حالة الاير كنا مطلعين ان التردد بتاعي كان 272 هرتز، اما في حالة الووتر فاحنا مطلعين ان التردد كان 1184 هرتز. يبقى مين اللي فيها التردد أعلى؟ التردد الخاص بالووتر. يبقى الفريكوانسي في حالة الووتر
أكبر من الفريكوانسي في حالة الـ Air.